مريم. مريم بغا تعودي لنا شي حاجة؟ مريم أنا عاود لكم القصة ديالي، بغيت نشارك معكم القصة ديالي من الطفولة ليومنا هذا. مرحبا مريم، تفضلي حنا جا نسمعوك يا مريم. أنا مريم عندي 21 عام أم لطفلين، عندي بنيته وليد. الله يخليهم لك. أنا رجع أمين يا ربي، خلي لك الوالدين والوليدات اللي عندك. مازال ما مزوج. مازال الله يسهل عليك اللهم امين، ترجع شي بنت الدرية الصالحة ان شاء الله. واخا مريم تفضلي عاودي القصة ديالك. أنا رجع معكم الطفولة ديالي. أنا القصة ديالي ما بعيداش على الأخت هاجر. أنا من عندي 10 سنين من اللي مازال كنقرا في الابتدائي. عندي واحد الأخ ديالي كان مزمن على المخدرات والشراب. شكون هو؟ خويا. خوك؟ كان مدمن على الشراب والمخدرات، وإنسان اللي كيشرب بشكل يومي في رمضان كيولي كيدك غير إباري باش يقدر يوقف باش يقدر يتحكم في راسه. واحد النهار من الأيام مريم طار ما كاينينش، أنا رجعت من المدرسة كدخلت قال لي عمري اللي أجاي ما كان شارب، مازال ما بداش يشرب، خصو يفطر عادي يبدا يشرب. قلت له انا مازال يلا داخل من المدرسه بلاتي نفسخ حوايجي، البوطه ما كنعرفش كلي نشعل البوطه صغيره. شحال كنشوف عمرك ديك الساعه؟ شعل لي البوطه 10 سنين. قلت له شعل لي الفرن وعاد نقدر نعمر لك انا عشاي. هادشي في رمضان؟ قال لي واش كتعرف؟ لا ماشيش في رمضان. واخا هادشي غير ايام عاديه، وخصو حتى يفطر عادي يبدا يشرب. كيفيق من الناس خصو يفطر عادي يبدا يشرب. يشرب الشراب؟ تشرب في الدار؟ يعني عائلتنا ماشي شي عائلة محافظة ولا يعني ناس همجيين. ماشي متفتحين، همجيين بهذا المصطلح. شي ما مسوق لشي، اب ديالنا اصلا كيشرب. ماما هي خدامه، هي الخدامه على علينا حنا البنات. عندي 6 الخوت دراري وأربعة البنات، حنا تبارك الله 10 الناس. ديك النهار الوالده ديالي انا راه خدامه كيف العاده، خوتي كلهم مجلي في الخدمه ديالو. اختي مزوجه، اختي الاخرى مزوجه، اختي الصغيره في الحضانه، انا جيت من المدرسه غير انا وياه. واش كنت في عمره ديك الساعه؟ خوك هو 36 سنة. واو، وانتي 10 سنين. مين ما بغيتش نعمر له عشاي، قلت له شعل البوطة وكذا، بقى قال لي علاش كتعرفي انتيا؟ بقى كيضرب فيا ويطرشني، شت ليا من شعري ويقول لي انا نوريك علاش غتعرفي. جار لي من شعري دخلني للبيت كنشوفو كيحيط صمتة السروال، وشنو يسحب لينا غدا يضربني بالصمتة. بقيت كنطلق فيها با خويا عافاك، وكان بكي كان تفاجئ السيد بغيت يحيد حويجو كاملين، حيد لي سروالي، حيد لي حويجي من الفوق. شنو كدير؟ انا بندوش اخويا بوحدي، صافي انا بندوش، انا كيسحب لي يدوش ليا، انا ندوش صافي اخويا انا ندوش بوحدي. صافي تكرفز ليا، بقى كيضرب فيا، زرق لي وجهي. هادشي هو شارب ولا ساحي؟ هادشي ساحي، مازال ما شربش. هادشي عاد راه فايق. و 36 عام نبقي 36 عام. لا اله الا الله، هو الوحيد في خوتي اللي ما مزوجش. بقيت ما قدرتش نتحرك من بلاصتي، ما قدرتش نتململ. صافي بقيت كنغوت وكنبكي، ما عطيتش عندي الجهد باش نغوت. كنغوت خرج، كنهبط مع الدروج على كرشي وعريان، وكنحب يعي في الدروج. دخلت للطواليت سديت عليا، نهار كامل وانا سد عليا في الطواليت حتى سدت لي العشية. من 12 النهار حتى سدت لي العشية وانا سد عليا في الطواليت، كنشوف الدم. دخلت وخفت من العصا، انا خفت من العصا
وداك الشيء اللي حسيت بداك الحريق وداك القصيحه اللي تقصيش انا ما عارفاش شنو كاع داك الشيء في الاصل. 10 سنين ما عارفاش اصلا داك الشيء اللي دار لي شنو هو اصلا. ما عارفاش حاجه سميتها الاغتصاب، واش حاجه سميتها الجنس، واش حاجه سميتها التعدل. انا نوع من العصا يسحب لي داك الشيء والله ما عرفتش. دخلت لامي من الخدمه لقيت سمعت الباب تحل، هو امي عطقيني علاش امي اش درتي المسخوطه كتشوف حالي عريانه وزرقاء. ما قالتش لي مالك، بدات كدر فيا برجليها مالك فيك انتي مشيتي يا بنت الحرام. امي خويا اللي دار لي خويا دار ما دار يتزمط ليا في امي. سكتي لما دار لي وجهي قالت لي سكتي ما دار ليكش ما دار ليكش خوك راه يلعب معاك. لعب معاك خوك يلعب معاك سكتي. قلت له العصا من عندنا زرقاء زرقاء حالتي حاله حالة الله ما قدرش نوقف على رجليا. كنحس بشي حاجه مشرقة من الجهه خصني نمشي حاجه واحده اللي نفعت هي شداني من شعري وقفي على رجلي كبار كنطبو حيط. طلعت الفوق او يجي با اش كاين قالت لي كل شيء. قالت لي هذاك المسخوط تعاودي الا كنسمعك تعاود لي مسخوط اش دار الخدمه واش دار الخدمه واش دار ويجي لي الناس. قلت لك انا مصطلح عام جين جا انت كيضرب فيا سكتي ما تهضريش. شكون هذا باباك؟ تدريج التدريج سكتي. المهم الهضرة راجت بالدار كاملة، يعني ماشي شي حاجة بحال أخت هاجر تخبات ولا شي حاجة. لا أنا الهضرة راجت خوتي خواتاتي هم يعرفوا ولكن حقي ما خدوش ليا. شنو داروا معاه هو؟ ما داروا معاه حتى شي حاجة بحال الصبح بحال ما طرد حتى شي حاجة. هادشي كامل علاش؟ على ود الجيران على ود الحباب على ود العائلة البعيدة. اما انا نموت نتسطى. انا ملي كنسمعهم كيهضروا عاد عرفت شنو ولدي صاحب عاد كنسمعهم واش يقولوا. اختي عاد قالت لي شو شرحات لي خشي ها كاين وها كاين وشنو كاين واش هادشي اللي دار لك شنو هو وها كيفاش كنولدوا. كتعاود ليا انا ما نتبعاش لديك الهضره وما وعياش بها. كتر مراني مقصحة ومجروحة كنقول لها راه العافية شعلية فيا داو للطبيب خيط ليا. مع فلقيت اللي تكرفس عليا تمزقت ليا الجلد ديالي خيطو ليا تلت غرزاج جابوني للدار حبسوني من المدرسة. علاش؟ صافي حبست من المدرسة قعدت في الدار تحضر لي الوالدة الطابلية. علاش 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 حبسوك؟ باش ما تقولهاش للناس اللي معاك في المدرسة ولا شنو؟ باش ما الهضرة تخرج ما نخافوني انا نعاود خويا ضربني خويا دار لي حبسوني من المدرسة. ولات الوالدة كتخلي لي اختي الصغيرة باش نقابلها وهي كتخدم. تي قالت لها تاكلي وتشربي باش قاي وطيب وقابلي اختي. مازال في الدار خويا دابا؟ لا ديك الساعة كان مازال في الدار. ما جراوش عليه غيمشي. لا وشنو قالوا لي شنو هو شنو قال ليهم في هذيك اللحظة فاش اغتصبك؟ شنو قالوا الدار شنو؟ سكران سكران قال لهم سكران قال لهم كنت سكران. صافي السلام عليكم. صافي باش ما يبقاو مدهبزين وتسمع الهضرة ويسمعوا الجيران طفاو الموضوع. لا اله الا الله محمد رسول الله. يا رب يا رب. انا انسان تكرفس عليا كنشوفو حاجه وحده من اللي كنصبح عليك كل صباح كنتخيل داكشي اللي دار ليا الطريقه باش كان كيعضني في عنقي وشد مرض 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 ديال بصح. وليت تعافيت وليت كنخاف ندخلها بالليل كنسمع الباب كيتخرخب كنتخلع.
علينا تلقى بلي اختي صغيره وهما خدامين داز عام مراكك الحياه الطبيعيه العصا وديما العصا والتكرفيس وفي المجاعه كيفكروا غير فراسهم يخبوا فلوس الناس عايشين في الدار بحال اشكال معاشرين حتى المصروف تاع الدار ما كان كيشتيش يصرفوه كله كياكل في الزنقه حنا اللي شاطئين ناكل وعادين اختي الصغيره كبرنا في المجاعه كبرنا في صندان ما عندناش ما نلبسو في رجلينا حنا حيت ما كنخرجوش من الدار كاين شي حاجه سميتها حويج باش كتخرجوا ولا صنيديله باش كتخرج ولا يعني الحاجه اللي طبيعيه ومن حقك تعيشيها الحويج غير من الحقوق ديالك كاينينش ما قريناش ما وصلنا لتا شي حاجه وصلت عندي 14 عام وحسيت جارنا ماشي شي يعني جارنا غير جو تكون حدانا كان كيشوفني ويتبعني انا مع العلم انا غليوطة وحتي العين كان بان كبيرة كيتبعني انا بغيت كتبتيني انا شنو بغيت كنسمع الزواج عرفت شنو هو الزواج في 14 عام عندي 14 عام وست شهور عرف شنو هي المسؤولية قلت هذا واش بغاني الزواج قلت لي فلان بغيتي الزواج جي عند با قولها لي كيف صافي نقولها لي انا فرحت قلت واو خصني غير رغم العصا وتكرفيس حيت في ذاك الوقت اللي كنت في دارنا كيجي عندي ذاك الكلب ما نقولش لي خويا نقول ذاك الكلب هذا المصطلح وسمحوا لي الناس اللي معانا خذ راحتك هذيك الهامه جي كيقول لي تفكرتي ما توحشتي نعاود ندير لك نفس المظهر صبني لي حويجي ديري كيشدني من شعري ويهبطني عند رجلي باش ندير لي اللي بغا نبط لي عند رجلي نمسح لي سبرديتو وغسل لي رجلي من سالي غسلت رجلي كبي عليا الماء تاع الغسالة خوتي كاملين العصا حيت انا علاش ما بقيتش بنت بهذا المصطلح يعني نقدر ندير لهم شي حاجه خصوصا ملي بديت نكبر ولا كيبان بديت كنتفرج ولا بانوا عندي الاعضاء والانوثه والبنات يعني السيده صافي راه غير ماشي بنت غتولي دير الحوايج خايبين اراك نتبالوا بها هذا يضرب عندي خصات الخوت با يضرب هذا يضرب وهذا يضرب صافي عقدوني كل نهار راه ما يمكنش يدوز في النار لما ناكل فلاصه كنشوف البنات في الزنقه كان غير قسما بالله إلا كان غير كيشوف لي الملابس نلبو مع با كيضحك كنحتقر راسي علاش كنشوف الناس بحال كلشي عارف اشنو داري ليا رجعو فاش شافني داك السيد قلت ليه جي عند با جا عندو فعلا قال لي با هداك هو اللي عمرك ديتي راه فايت مدوز الحبس قلت ليه بيتو هو اللي ما ديتو غنقول للناس كاملين اش طرا ليا يا تزوجوني بيه يا غنقول الناس كاملين اش نضر والله تنقول الناس قتلوني ديك الساعه ولا ضربوني ولا ذبحوني المهم الناس نقول لهم اش نضر عليهم جمعت الوراق انا فرحانه انا بغيت غير ندهن ما عرفتش شنو كيتسناني من بعد تقول لي يا اختي انت سيد بتزوجي بيه ما قلتيش لي بالله راه انت ماشي بنت شنو غتقولي لي كنتي ولا عليك قلت ليهم يجمعوا لي غير ورقاتي حيت انا باقا صغيره غيدفعوا الدوسير للمحكمه حيت عندو كتو فلان بغيشيني قال لي انا هي عجبتيني هو اصلا برهوش عندو 22 عام عجبتيني بيتك قلت فلان انا راه ماشي بنت قال لي بهذا المصطلح انا لو بالدم غنمشي للقرنه انا جبتيني وبيتك انتي اللي ما كتصاحبيش في هاد الدرب وانتي كلشي كيقولوا انتي اخت فلان ما كتصاحبش انا بيت وحده ما كتصاحبش ما نصاحبهاش ما فايتش نصاحبها مع حد ما قيصاحبش قلتي لي بلا خوك وانا حنصل ماشي بنت لا قلت له ولكن انا راه كنت كنعرف ولد خالي هو اللي طرا ليا مع البلان وكنا بغينا نتزوجوا بالحكم داك ولد خالي انا عندي واحد من العائله من ولد خالي ميت البحر ولا مات قال لي انا بغيتك كي عارف فين ماني نضر قلت لا ماني نضر ما عارفين والو غيقتلوني انا ما بغيتوش يعرف عليا حتى شي حاجه
مشينا للمحكمة دفعنا الدوسير في ظهرينا، كاين انت عندك ربط الشرام وستشور منو شي حاجه ديال تزويج القاصر. قلت لما والو نتزوج بها ربي كبير، حتى هو قال لي والو نتزوج بها ربي كبير، دير زواج تقليدي ديال العربيه ديال الفاتحه 12 شاهد. سمحي لي مريم، قبل ما تكمل مريم القصه كل واحد يكتب لها شي دعوه من القلب بصراحه، تنتمنى طلب كل واحد في الناس ديال اليوتيوب والناس ديال الفيسبوك كل شيء يكتب لها شي دعوه من قلبه، ما تخسر والو الا دعيتي مع مريم. كذلك تنتوما يا رب اللي عنده ضره من الهم الله يفرجها عليه، اللي عنده ضره من الهم الله يفرجها عليك، الله يعطيك كل ما نويتيه في خاطرك وفيه خير ليك، الله يبعد في طريقكم كل شر، سير الله يرزقك الامهات ديالكم شي حجه ولا عمر عامه قريب، وسير الله يلاقيني بيكون في الجنه يا رب. نتمنى كاع الناس خصوصا الناس ديال الفيسبوك، غالب الناس ديال اليوتيوب، الفيسبوك فيه اكثر من 12000، نتمنى كذلك تبقى تبركوا على جيم عفاك قليب قليب وبارطاجي، الناس ديال اليوتيوب نتمنى انا نوصلوا، الناس ديال الفيسبوك تنتوما بركوا على جيم وبارطاجيو هذا اللايف في لي جروب في الواتساب، انفيتيو الناس اللي عزيزين عليكم، نتمنى شي 1000 دخل تعاون الناس في اليوتيوب، نتمنى غير 1000 واحد يدخل للقناه ديال اليوتيوب ويعاونهم كذلك. شكرا. سمحي لي مريم كملي القصه ديالك. مرحبا. صافي داروا داك 12 شهيد داك النهير في جيجات وكذا، المهم غير باش نتسمى راه تزوجت، الناس اللي دارت العقد صافي مشيت. سيد راه هاك المعقول يبدا الزواج، ريت انا على بالي الزواج مشيش غنتفن نتعامل مع عادي، انا كون جاني طلاب بحال بعض المصطلح نتزوج بيه نتهنا من داك العيشه نسحب لي غنتهنا. جيت عند واحد شمكار نهار الاول اللي طلع عندو حيت بغى مني شي ممارسات لا اخلاقيه. شكون هذا سيدي جوج شويه؟ هذا اللي تزوج بيه. تزوج قال لي شنو شنو هادشي هو اللي كاين في الموضه، اللي ما فهمش كيفاش ما كتفرجيش في افلام اباحيه الشيء اللي كاين ولا كيوريني داكشي في التليفون، انا كارها شي حاجه سميتها اصلا شي حاجه ممارسه الجنسيه. سيد ولا كي مي ما يبغيش داكشي اللي بغا هو كيشدني بزز يعني على الاغتصاب ولا كيتكر. سيد كيشرب العصا وما مسوقش وما ما يبغي يخدم غير ما اللي كتصرف عليه. كنقول لها خالتي شوفي ولدك قالت لي انت اللي بيتي منين نوض، يقول لي كبرنا الشال بوجران درتك خير سترتك وتكمشي على المصطلح تكمشي، كناكل العصا باش ما ندير داكشي اللي بغا هو باش زعما نرضى ناكل العصا، داكشي ما نقدرش نديرو. السيد ولا كيطلب مني شي حوايج ما عمرني عرفتهم، ولي يقول لي هاكي الافلام دخل لجوجل ديري الويفي كاين تعلمي، انا باغي مرات الوقت يعني تبي شي مرأة كجسد بدي آلة كيفاش نتسحب لك، انا عاشقك مرتك بغى نحطك في البيترينا، لا كنت كناكل ونشربكم بيت لي وكني مشربني تشقى لي راك كتطيب لي يما تشقى لي شنو كيتسحب لك. حملت بنيته ديالي على 15 عام تكرفصت الجوع قلت شي العصا نفس المشكل اللي كنت عايشه، يا دابا تبدلوا الاشخاص ما تلقيش صاغي تبدلوا الناس، هادو كانوا خوتي دابا راجلي الحكم كيقول لي انا ما ديتكش بنت دير فيك خير خصك تطيعيني خصك تكوني ديري لي شي اللي بغيت، ولي كندير داكشي اللي بغا ورغم ذلك كناكل العصا مع الطياب ما بنين وافقتي ما هذا وافقتي دز مني حيت قهرت بالعصا قهرت بالعصا انا قهرت سيدي ربي بالعصا قهرت عييت يومي العصا عييت بغيت غير نرتاح بغيت نرتاح تعذبت على والو كنشوف راسي ما عندي فين نرجع فين غنرجع نرجع للجحيم
يكون صبر غيدير عقله، ما تعرف يكبر له ولا هذا الشيء اللي فكر شي ويدير عقله. ولدت البنية ما لقيتش لها شي واحد مي خدامة، لقيت اللي قبلني وما ما عرفتش لي داك البنت، ما عرفتش ليها، ما عرفتش نبدل لها، ما عرفت ندوش لها، ما عرفت والو، ما عرفت ليهاش. كنهزها نبغي نبدلها، نخاف تهرس لي في الدنيا، ما عرفتش نخدها مع صدر الحكم العيالة اللي متربيين معنا يكونوا عارفين الرضاعة الأولى، ما تعرفيش ترضيها كيف صعيب الحال. البنتي ما كانش تنعرف الرضاعة، كيف بنتي كتغوت هدايا ما عارفة كندير ليها، ديما مريضة ليا، ديما مريضة نبدلها يضربها لي برد وتمرض ليا، ديما مريضة ملي كتمرض كيضربني يقول لي انتي السبب، انتي ما عرفتيش ليها، انتي فلان فاعلة، وديما يقول لي انتي عاهرة، انتي فاعلة بهاد المصطلحات، انتي ما مزياناش، والعصا العصا العصا، ديما العصا. جيت عند متقار قلت لها ما جيت عند امك ما تقين، قالت لي انتي اللي بيتي جمع حوايجك رجعي عند راجلك ما بلوش راه معاك. قالت لي ما عندك لا ورقه لا جوج، قلت لها مطلق مطلق سيري ديري وراقك بعدا. بقيت صابرة على اساس ندير الوراق باش نحط البنت في الحاله المدنيه. عام ورا عام حتى 2018 كملت 18 عام، درنا عقد الزواج، قلت اوه يا فرحتي، وهني درتنا عقد الزواج سافر بيا من مدينتي لمدينة واحدة اخرى. ديك الساعات افترسني الديب كيف با بعصاها، جيب دراري عندي للدار، هناك اللي بدات حياة واحدة اخرى. كيفاش سيد ولا بغي تاجر فيا؟ كيفاش كيجيب لي الدراري وكيخرج كيجي واحد اخر بيبي تقرب مني يقول لي شنو، كيقول لي على راجلك ما قال لك والو، كيقول لي شنو، قال لي راه خلصت. شو انت كتقول انا خلصت صافي، كيقول لي واش خلصتي وبلاش بلاش يعني جاية دوش واني جاية قد في البيت. هربت خليت البنت تلف الليل، دخلهم هو وخرج. هربت تخلص خليت البنت هربت تخلاج وخفت، هربت وخليت بنتي، قلت ميمتي بنتي غير تكرفتوا لي عليها، ميمتي ميمتي بنتي يلا عندها عمومس، ميمتي غير تصبوا لي بنتي. رجعت كنجري لقيتو في الدار لابست انا وياه كلي طلع صولي من مخلي من هادوك، شافوا صداع زادوا في حالو وما جوج. كان ليش نو سحب لك انا هاد المدينة كاريب 35000 ريال باش غنخلص هاد المك، انتي لاش لايقة هاد الغلط ديالك، لاش لايقة الشعور هاد هاد السين، لاش لايقة خلي في البيترينا. العصا العصا كركيس ديما كل نهار كيجيب لي واحد وما كان بغيش كنشوه نقول ليه لا راكي كذبي عليكم، انا راه ما باغاش كيحسن شي واحد ندير صباعي في ودني ولا نمشي نديكلاري بيكم. خرجني نخدم، وليت كنخدم ويجي يشد مني، وليت نقول نخدم هاد الشهر اللي مشويه نهار نعتيها لي ناكل عسل نعتيها لي، نقول لا صافي الشهر الجاي نخدم نهرب، ديما الشهر الشهر وريني ما كاين هروب، حيت ما كايناش الاراده والعزيمه، حيت كاين الخوف فين غنمشي وانا عندي تربيه ومين غنفشل كتر من اللي غنلقى راسي حامله بالتالي. وانا يلا عندي 18 عام، عباد الله اش درت في حياتي، عباد الله اش درت وطر العداو، بغيت نقول خصني نحيدو يا ربي تسمح لي.
اسمح لي كنشرب فاني ديال الراس، كنشرب العشوب، باغي شي طاح. فين غادي يتزاد هاد الولد ولا هاد البنت الثاني؟ فين في هاد الجحيم؟ صافي العيد الكبير ديال 2018 جاب لي 7 دراري والدار وكلشي سكران، ميكونش غتنعسي معاهم. كيفاش هكا فهاد المصطفي كلشي مخلص؟ السيد عاتلنو الفلوس، كنشوف السيد الفلوس شاده في يدي. اي بلاتي مريم، حفي بالله الا كل كلمه تتقوليها بناتشي لا بصح. الله يرزقني في ولادي، قسما بالعلي العظيم، اقسم بالله الا كل كلمه قلتها صح. والله الا فهمي لنشف. الله يمهل ولا يهمل، لحد نهاية القصة واخا غير كمل. ربي يخدع لي حقي من كل واحد فيهم. خذي راحتك، الحلقة ديالك عاودي كاع لها بختام. حيت انا السي بدر شنقول لك، في ديك الليلة انا بكيت خلعت درعت، كيبان ليا الماس، كيبان ليا الشراه، كيبان ليا القراي، لي واخا شديت الخاطر كنضحك، لي وايلي الفلوس هادي فلوس ما يقولوا لها الناس اللي قال لي وهك كان بغي لي والد ودي تدور معايا كان ندور معك صافي فلوس عتها لي قال لي وصير حطها في البلاكار وندور معك الصباح. السيد باش باعني بسبعات الناس 12000 ريال 600 درهم باش باعني الناس اللي جاو عارفينو بلي انت مراتو. البحرية بهذا المصطلح حتى كيكونوا في البحر شحال هما خارجين باللي كيجيو ما عندهمش السوق، الله يجعلهم يلقاو الطلبة يتنفسوا له. جيت في حالتي بالليل تخليهم العشاء كيتعشاو، هزيت بنتي هزيت داك 12000 ريال، خرجت كنجري صندلت الصباع في رجليا، بنتي لابسه سليبس ماطي وليكوش كنجري، ضروني جنابي بالجاري ما لابسه حوايج الدار، شويرطه الدار بيرميده ديال الدار ودي باركي كنجري في السنقة. طوم بلي دايزة كلاكسي، فات لي واحد المرايا ورجلها قال لي فين ساق هاد البنت، قلت لها معتقوني انا مزاوكة فيكم. عرفت الله يرحم معتقوني، ما كاين والو قال لي الخير اللي غندير فيك قال لي يلاه العيد ربع ايام. نعم شنو الخير؟ عجباتي الخير قال لي اللي غندير فيك هذيك الساعة العيد يلاه داز بربع ايام العيد الكبير. قال لي اليوم ما كاين لك لا كيرا لا والو، ترى غدا في الصباح نمشي نديك لوطيل نخلص عليك. المرا مسكينة حيدت رجلها بدها لبست هاد قال لي عندك فلوس؟ قلت لي اللي عندي 12000 ريال. قال لي ما كافيكش حكم البلاصه اللي مشيت ليها المركوب للبلاصه 400 درهم، خصوصا العيد الكبير يقول مركوب ها هي اللي ما كافيهاش يا بنتي. الراجل بكى كي واش كاين بحال هاد النوع، دخلني لوطيل خلص عليا لوطيل عطاني 20000 ريال. كي الصباح يا بنتي 7 الصباح سيري الساتيه من قدام سيري في حالك. هذاك السيد انا ضربي على حسابي وريت العنوان صيفطي البوليس 10 شراب وداك الشيء 48 ساعة وكيخرج. يعني ما كاين لا بنات لا عيالات لا والو، كيكون 48 ساعة وكيخرج. انا وصلت عند والدي، كي وصلت قالت لي يما اش جابك شبيتي؟ يما ما اش كاين واش كاين؟ قالت لي لا لا اش منها كاين ولا كاين، ماش طايطك عليا رجعي عندو. عيطت لي قالت لي هيا ما كنصيفط لي هاد البروسي، انا قديت يد بولادي قد بول مرتك وبنتك. قالت لي وزيده هكا تقول لي حرام جد لي حرامك. جا هو الكلب كيقول لي انا مساوك فيك غنتبدل وانا غندير وانا غندير وانا تحطيت. قلت انا هذا غيقوم يدير شي حاجه حتى لي الدار الامر الواقع كرا لي بيت مع الجيران
ورجعت لي كان نبكي ونظل نبكي ونعاود نبكي يا ربي تقني يا ربي تقني اللي كان. الليلة ما باتش الدار تصبح هادشا جا قال لي جا وجهو صفر قلتلو اش كاين تحب لينا درتي حاجة دخلت قال لي كاين والو سيد عمر ما شرا لي انا شي كادو من نهار تزوجت بيه ما عمرو جاب لي شي حاجة قال لي شنو هذا في هذه واحد الريحة ما ضمكش قلتلو ايش كي جاك الحال باس لي عنقني بواحد طريقة حنينة ويلي شد شي ما نسيت وخاني بوس لي رجليا ما عمري حيت شي حوايج حشب نقولو ما نعرف والله شي حوايج كيديرو ليا داك السيد شي حوايج يعني واحد يعني ماشي راجل بهذا المصطلح اصلا هو مثلي جنسي كيطلب منك دير لي شي حوايج يا رب الله ياخذ فيه الحق علينا نسيت شنو فلانة شنو كاين حد صرني جابيك سي والنعاسة خرج قال لي ما طيبش الغدا انا غنجيب الغدا طاي وايلي في عمرني انا جابلي شي واحد ماكله طيبه في حياتي من السمكة يا اما الا ما ضليت بالجوع ناكل اللي كان عشنا غير بالبيض ولا بزيت العود ولا نهار كامل ضلي بالجوع صافي ثلاثة تاع النهار كيجيو عندي البوليس للدار قال لي يا راجلك مشدود فيه واو اش دار كان يا الفساد والاغتصاب يالله الله كيف يا داك البوليسي مالك كيسير كيشتري هاد الخبار فرحتي الله يسهل عليك انت كيضحك لي اول مره كنشوف شي واحد راه مشدود فرحانه كي يا لك كارت ديالك ولا كارت ديالك اللي بكل فرح هزلت بنتي درت داك الماكياج اللي جاب ليا بس ديك السيوة تاع الناس لحت عليها المنطم من الفوق سروال في مشيت نوصل للكوميساري حليت داك المنطم من الفوق باش تبان داك السيوة دخلت عندو قال لي انا مسوق فيك دريتي انا زول قلت لي ياك قلت لي ان شاء الله قلت لي سعادة الكوميسير انا ما بنزل عليه خاني ما تنزلش عليه قال لي ياك قلت لي ما تنزلش عليك خنتيني قال لي لا لا راه خانب وتصل للمرأة عندها 56 سنة قلت لي شنو برد لي الماء في ركابي قلت لي شنو 56 يا الراجل عندك يا مرأة عندها 56 سنة غتصبى ومن شي ماشي غتصبى غتصبى بشي حوايج من داك الحوايج اللي كان كيطلب مني انا حيت هو مثلي جنسي كيموت على داك حيت كيمارس عليه داك الشيء كيمارسو على الناس العيالات ما علينا دخلت كنخرج المفاجاه الكبرى هي المراه ملي شتا قريبه لينا العائله وليش تعدى عليها اصلا هي ماشي شي مراه في المستوى مراه ما كانت في ايامها في صغرها ما مزياناش هي كذبوا عليها وقالوا لها جي غنخلصو هو صاحبو هنا جات عندهم وملي ما بغاتش دير معاهم داك الحوايج اللي بغاو شدوها الصحه وتكرف السعوديه ونهار الاخر هي هذيك العرات المراه اصلا يهوديه شات قالت لها بغيتي نتنازل لراجلك ما سمح ليش يعني مليون ترى عطيك انا جوج الملايين كون كانت عندي ونقول لك زيدي دعي شي دعوه اكثر من داك الدعوه وهنا نزيد خلفها وخليتها ناضت مو عطاو الفلوس عليه جاب ربع شهور حضرت الجلسة شورت القانون عندنا في البلاد وكان عتضر على هاد الكلمة ما كاينش واش اغتصاب مرة مسنة ومزوجة فساد ويعطو ربع شهور الحبس ربع شهور ابتدائية ماشي تا جنحي والاغتصاب خصو يكون جنحي ماشي ابتدائي حيد الفلوس الفلوس كيقولوا هاد البتر كدير طريق في البحر ربع شهور انا بنت لي الحياه هذاك ربع شهور بقيت كاري هذاك البيت خدمت غير في الفلاحه حامله وخدامه وبنتي نهار الربا هي دات لي الحياه نفست البنت كان بنتي نضحك معها عندي بنيته وحامله لا واخ كملي
هذيك الساعه فاش كنتي تخدمي مازال ما ولدتيش. لا حامله خليها. اسمح لي واحد الدقيقه باش ما تبلوك. نتمنى الناس حيت صيفطوا لي دابا ميساجات باللي اللايف ديال الفيسبوك شي تبلوكا، عفاك كلشي برك على قليب، الله يجازيكم بالخير وبارطاجي. كذلك الناس ديال اليوتيوب عفاك كلشي برك على جيم، كلشي عفاك ألف واحد اللي في اليوتيوب عفاك كلشي برك على جيم، جيم كاع اللي في اليوتيوب يبركوا على جيم، الله يجازيكم بالخير باش ما يتبلوكاش اللايف، كلشي برك على جيم، الله يجازيك بالخير برك غير على جيم. وصلوها ل 1000 1000 نوصلوا 1000 جيم. كملي لي يا مريم. انا صافي داك ربع شهور دغيا انا خويا داز هاد التعاسه جات خرج من الحبس كي خرج عندي ديريكس يلا رجعي ليا. كيفاش يلا رجعي لي حتى ديت لي انا البيت؟ ما بقيتش كاري في داك البيت اللي خلاني تحولت بيت غير دار العيالات ما فيهاش مزوجي عيالات بوحدو. رجعي لي ما رجعش ليك، رجعي لي ما رجعش ليك. لقيني دافع ورخت له كي تفرع عندي، اللي مشيت تفرع عندي طلقني سيدي العادة وطلقني. جا مشيت عند دارنا قلت لهم انا دافع ورق طلاق والله تنفضحكم والله تنجبد داك الدوسي من جديد ونقول لهم اللي كاين وبلي هذا صبرني وكذا. خلوني معاهم في داك السيمانه عشان اللي غيطرى الاخت مريم في داك السيمانه خرج بالاثنين الاثنين ثلاثة الاربعاء الخميس كل نهار كيجي عندي ما بغيش نرجع. مشى شرا رزوانه بدرهم. شنو شرا؟ رزوان داك باش كيحسنوا زيزوار. زيزوار زيزوار عادي كي لي شرا وجا قال لي اش بغيتي تلاق؟ قال يلا هبطي نهضروا لتحت. قلت لي مرحبا هبط. قالت لي يما داك مسخطره بيدي لك شي حاجه اي شبك يدي ما يدير بيدير يديرو صافي. انا ما متوقعاش داك السيد بلا غيضربني يخسر عليا وجهي. هبطت عندو كي هبطت مازال ما دويتش جبد معايا جبده وحده وانا كرشي لفمي خسر لك الوجه. اهرب كنت نغوت وهربي وحياتي وروت نطيح في الارض تمرمت في الارض. الناس كتشوف فيا بالحر ديال الضربه كنشرق حويجي لي على ظهري كي شمس طي وحامله والخلعه الدم ولك يهبط من تحت الدم ملك. كنجري طلع راس تاع الدرب وكان رجع كي شمس طي واعي بضل امي واعتقو بليش كنقول شي هضره ما كايناش واما وا نطيح نتمرمد في الغيوم هاد. شوف شنو انا في ديك اللحظه جراني مني من يدي ديال لابريكاد سيدي جراني حيت صافي كنطيح ونوض في الارض وحالتي حاله. شافوني قال لي مالك؟ قالوا لها راجله قال لها الحاله. لكن الجندار كيشوفوا لي في وجهي كيعنقني واحد الجندار مسكين كيقول لي ما والو ما كاين في وجهك هي ضريبه صغيره معدم. كنقول ليه صورني شوفها صورني صغيره صورني شوفها صورني. كيقول لي والله هذا صغيرة وكاين جميل ماشي في 2019 كاين جميل كاين كلشي ما تخافيش كاين جميل ما تخافيش. هلا كلشي انا غنعاونوه قلنا ما غنخلوه بزاف كيصبر فيا وعيني مسكين مغلغلين بالدموع لقيت فيه. عيطوا لومبيلونس تاعتني للسبيطار الكبير ماشي السبيطار الصغير السبيطار ديال الاقليم. داك اللي كيعقمو لي مساكن داك اللي فرامني بصحو لي وجهي كنتراهن كيقول لي راه صغيره البنات وعينك ولا علاش عينك مغلقه بالدموع. قالت لي لا غيلان كل حرقني في عينيا وكذا بصح لي جا الطبيب طلع لي دارو لا لا انا ما قاريهاش مع فتاه دور الله اش كاين. كيف يسمح لي الاخت ما نقدرش نخيط لك؟ قلت له علاش دكتور هي الضربه كبيره بزاف فايتة 78 غرزة ما قدرتش. تعب الله تعب الله اش كتقول انت تعب. سمحي لي قال لي غدا يجي الاختصاصي غدا يجي الاختصاص ديال الحنجرة والعنق انا ماشي تخصص ديالي الخيط لك غنعوج لك وجهك. قلت لهم ما نباتش قال لي باتي حتى الصباح. قلت لهم ما نباتش انا ما نباتش في هذا السبيطار انا نتسنى نموت انا بلي بعشي هاترا ويسكن ترين وقلنا صافي كي حصلت لي عقلي بيطير
خصوصا داك الفيتيلان اللي فد ضرب على الجاج، بان لي الحنك ديالي حلو الفوق على جوج، حطيت يدي باش نقيس الضربة، تحشات لي قص الدراس ديالي. خليت كاع تلر تنقول ربي ربي حشوم، يا ربي تسمح لي، انا ديك الملك كنقول لي قول لي ربي حشوم مالك، ربي ما درت لك والو، ربي عدوتيني يا ربي حشوم مالك، اش خلقتيني في هاد الدنيا ربي عدوتيني، شو مالك ربي عدوتيني، هادي الكلمه اللي كنقول لي عدوتيني يا ربي حشوم مالك، انا ما درت والو، انا ما درت شي، مشاو دوني بلاصة واحدة أخرى، دارو ليا التلفاز على كرشي، قالو ليا الجنين ديالك بخير وعلى خير، الدم غير بالخلع اللي جاتك صافي بعتي، أنا قلت لهم منبهتش، قال ليا صافي بقيتي تجديها، أكيد ما مشيتي معاه، قلت لك سيري معاه وانتي ما بغيتيش، والله شديها وشدي حنكك دروك، دارو ليا فاصمة لوجهي لي غدا جينا مع الصباح، جيت نهار الاخر بهايت الليل كامل ما نحساش كنغوت، كنحط راسي يبان لي الدم ويبان لي بحال كنعوم في شي دم، قال لي العالم يبان لي بحال الموت، بان لي الناس لابسين الابيض بحال شي وحده بيطر على الاقل ديالها، في داك الوقت ما لقيت ام تعنقك، ما لقيت ابي يعنق، ما لقيت اخت، ما لقيت اخ، ما لقيت بنتي هربت مني، كتي وليت يبوعو يبوعو صافي، بنيت ستاش عليا جالسه بوحدي في داك البيت، كيبان لي الوقت اللي تغتصبت فيه، الوقت اللي كنت كنتغتصب فيه كل نهار وانا مزوجة، الشهر اللي كانوا كيشدوني بغاو يقربوا مني، تكرفيس اللي دوزت في الفارم في الخدمة وانا حاملة، تكرفيس اللي دوزتو في الخدام الاخرين كاع العذاب ديالي، بان لي قلت شنو ذنبي انا في هادشي، اش درت؟ بغيت غير نعرف اش درت ربي الحبيب، اش درت جيت عرف على شو اخبر بلاد. انا نهار الاخر نهار السبت مشيت للسبيطار ديال الدولة، قال لي سمحي لي الطبيب كيكون عنده السبت لحد ربو، داكشي قلنا لك نعسيت نهار اثنين، تقول لي مسكين واحد الفرم ليا باختي لا نعس بقيتي نهار اثنين وخيطنا لك وجهك غيمشي لك، هاي خلاد الحام ولا تخيط داكشي، واش اصلا قالت لي معفن عندك، قلت لها اش ندير، قلت لي ما عرفتش اختي عندك فلوس ولا كدا، تيري خيطي بالاختصاص، انا ما عندي دراهم ما عنديش، خرجت برا كنسافر قدرت عليا ومشيت بوحدي، هذا اللي غادي تخيط غادي بوحدها وغادي مع البنيته ما كاين حتى اللي يشد ليا بنتي، فرقت رجلي حدا السبيطار بقيت كنبكي بكي 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 بكي، صافي تخنقت بالبكا، بنتي كتمشي وكيردها لي واحد الكارديان كيقول لي اختي راه هاد الشيء راه غيموت لك، جريتها مشيت حدا واحد التروطوار وبقيت كنبكي، الراجل عمرني ما ننسى خير وقف طوموبيلتو يشري غير الكارفو من داك الخريطة، قال لي مالك اختي كتبكي، غير زيد لي بنت لي فاصمة في وجهي، قال لي مالك، قلت لي جيت للسبيطار ما خيط ما بقاش لي خيط هي وعاودت لي، قلت له كيما كان انا وجهي لا بقا غيمشي ليا ونطيع، بقيت كنبكي هي انا بالحرقة ماشي باش يعاوني ولا شي حاجة، بغيت غيعلم من خوي قلبي انا ما بقاش لي خيط، صافي دخل السبيطار يا الطبيب ما كاينش، يا اختي الطبيب ما كاين، قال لي بلاتي ما ضيعت لواحد الطبيب في تليفونه، قال لي جيبها عندي، قال لي وين السبت اليوم راك خدمه، انا غير نص نهار ونص نهار الاخر كندي في الوليدات، قال لي وين غيجيبها، جيت عنده بنت لي حامله، قال لي يا اختي بنتي سمعي نقول لك الضربه خايبه في وجهك، ضربه كبيره، ضربه عندها ثلاثه تفاصات تاع الخياطه، انتي حامله غنخيط لك بلا بنج، عاونيني في راسك، قلت لها شا تخيط لي بلا بنتي كان لي حاملة ما يليقش، صافي خيط لي خياطة جميل واني صورت لحمك وجهك كي تخيط بلا بنتي، واه ديني 70 غرزة قلتي لي، دار لي هو 45 غرزة وحدة 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 لي جميل لي، يعني جبت الضربة من حدا عيني
كل شي حس فاتت فمي من جهة أخرى. خيط لي هذاك السيد خلص قال لي هذا وجه ديالك يا بنتي ويمشي. جيت لعندهم للدار قال لي خلني داك الطبيب منو الماكلة خصك تمشي تنسي في السبيطار ما منوش الشراب إذا بتاكلي خصهم يديروا لك سترانج يخولك في حلقك والماء يخولك في حلقك باش ما الغرازي يقيسهم الماء ولا الماكلة ويتخمجوا لك حيت خيط من الداخل من الداخل ووسط الفوق. قيب ثلاث أيام جاي ندير حيد لك الخيط حيت وجهك معفن واش دار لي شي حاجة حيت هو داك الريزو ما ضربني فاش قلب أمه اللي ضربها خانجة بالتومة كان كيجمع لي وجهي داك الطبيب مكيبيش يتجمع لي كيخيط وكيروغ الخيط بوحدو. الحمد لله تعفن لي كان هضر معاك طلعت لي سخانة. عادي اش نقولو تحنا لا إله إلا الله ماني ناسي بهدر. جيت في حالتي قلت لهم ما يمكن لي الطبيب ما مسوقينش بحال ما طلعت حاجة بحال ماشي وحدة مضروبة بالدار ولا كلهم خدام كلهم لي كنطيب ما عندي زعما نطيب في دار الله نطيب صوب نطحن خيز زو بطاطا كنديرو فيبرة الحنة ما عنديش باش نشري صران فيبرة الحنة كان خويا في حلقي قلت ليهم حيد لي الخيط على الداخل يعني هذيك ثلاث ايام اللي تعذبت فيها من بالي باش كناكل خصني عندي شهر ديال الماكله ما خصنيش نبقى نمضغ الخبز نمضغ بحال شي بيضه مسلوقه ولا شي حاجه شويه باش ما يتحلوش شهر. وما عاودتينيش على داك السيد اللي كان مجوج بك فين مشى شنو درت مازال ما شدوش هرب. انا دعيتو انا جايك لهضره سي بدر واحد النهار خارج انا صافي قلت انا خصني نعاون راسي نخدم لي بيت مشي عندو أول حاجة كيشوف الضربة في وجهي كيشوفني حاملة تا واحد لا فلاحة لا تا شي حاجة ما قلت فيه نخدم. أمي با يقول لي أنا ما عندي باش نشري لك شي كوش ولا حليب سيرة طلبي بيه وحدة شي جامع ولا ما عندي إلا ود بنتي ما عندي باش نشري لها كوش باش بنتي كندير لها الخروق حاشاك ما عندي ما ياكلو هما كيخرجو بيا كدي بنتها المربية بنت بنتها حيت هي بنتها مالينا انا مادشي موضوعي هادوك ولادهم يديرو اللي بغاو نشوفها راسي كيخلوني انا بوحدي داك الدار ما يفكروش اش غناكل رجعت المجاعة ما منيش الجوع قراني ولفت كبرت بيها كيف بنيتي مسكينة ما شنو كنمشي عند واحد مول الحانوت كنقول لي غير كريديني سوق فيك كنبقى فيك يقول لي انا راه خدام في هاد الحانوت اختي كنتي مريم انا راه خدام كيقضي مسكين معايا الغرض مريتيني شوط الروز مريتيني باش غنطيب البنت. نهار من الايام انا غادية قلب على خدمة في بلاصة وحدة بينا وبينا 30 كيلومتر انا حاملة وكن ما ضعفتش قلت نقلب على خدمة باش نوكل بنتي عندي واحد البنت خصني نعيش لها انا مأزبة نفسيا وجهي ولا كحل الضربة في وجهي اللي يشوفني كيتنكرا مني كيبان لي مشمكارة صافي مشيت عندهم كيفاش يخدمني وانا نتلاقى مع داك الكلب غير شتو بديت كنجري مع حاملة ما قديش نجري تابعني شدني شدني مشاري قال لي لاباس عليك وجات معاك التخسيرة الطلاق ديالي خرج لي هذيك الساعة طلقت جات معاك الزوينة التخسيرة وشحال بغيتي زوينة كنتي زينة وكملتي زداك كي كيقول لي زداك زدادك الجمالة في جمال ولا ما عرفت كيف كيقول لها قلت له الله يخص فيك الحق قال لي عندك جوج خيارين يا غديري لي تنازل يا غتاخدي وحدة بحال هادي أخرى في داك الحنك الآخر ما نخلوش خاوي اصلا جايه انت كتشوفي شهرين وما تشديتش نقدم راسي غنجيب عليك 8 هاد الشهور ديال الحبس مشي نغلاض فيها وانا شي ولا جي لي غنوريك واحد الحاجه واحده اخرى واش نوراني واحد الفيديو ما سمعها فيها شكون انت ديرو قالي واش نبان لك نشر هذا كيفاش مصورك نشر لك نشر لك هذا حسن علاش انتي وبلاتي وما كنتيش عارفه بانه كنتي صورك
اصلا عمرني ما شفت عندي، انا اصلا تليفون كيصور لاتاكسي ديما هو كيدير غير واحد موقيا، امتى صور ومجا تليفون داكشي ما عمري عرفتو حتى لدابا. اللي زوين عجبك عجبك راسك، دفنت ليه على وجهو بقى كيضرب فيا ويهضر راجل، قال لي مرتي هادي، قال لي راجلك، قلت لي اه راجلي، وسكت انا مطلقه منهم. قلت شنو قلت لي تنازل، قلت لي التليفون، قال لي ما عطيتش لك يلاه تنازلي لي دابا، قلت لي بغيتي تنازلي ترى التليفون، قال لي يا مدام تنازلي لي التليفون انا اللي نقرر امتى نعطي لك. انا خفت من وجهي اللي ضربت هاني، دارت مشيت نازلت لي سيجو لا كيدور. انا راه عندي خمسات الخوت والسادس داك الكلب، يعني ما خداو لي حقي، ما تجراو ملي يشوفوه يتنازل لي وسير رجع لي سير عاودو ديرو النكاح من جديد. تقول لي يا امي خرجي سين التيسة، قالي لي تنازلتيني خرجي كل نهار، ولا تيك تخرج تقفل المكانة ديال الماء من الزنقة وتقفلها، والمكانة ديال الضو كيحلو كيحيدو لها داك الحجرات، كتخرج تخليني لا ضو لا ما في الدار، خرج عطيني ابتسا لالا الزب حرامك قدي بي وعطيني ابتسا واش ما فيكش الناس، خرج عطيني ابتسا شكون لي غيكري ليكم ما عندك فلوس، شكون لي غيخدمك وانتي حامل كرشك لفمك. باك فين فهاد الشيء كامل؟ با فين عمرو كان باش يكون؟ محل عين با عنده محل كبير كيصور فيه 2000 درهم في النهار 3000 درهم. ماما راه مو خدامه واحد الخدمه اللي كتجبد فيها 5000 درهم شهريا. وخرجي تخدمي واد سمعنا وصلك، هي كتخبي في كونت ديالها هو كيخبي في كونت ديالها، والدار ما يصيروش فيها، هي كتاكل في الزنقة هو كياكل في الزنقة، ما كيهمهمش يفرشوا ولا ياتوا، يهمهم يدكوا يدكوا في البنكة. خوتي كله خدام دك في البنكة، دك 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 دك. وانا فين هادشي؟ من هادشي كامل انا خانزة اللي اغتصب اخوها واللي ولات لي مخانزة بهذا المصطلح، فين ابتساع الله ياخذ فيهم الحق كل واحد فيهم. انا ما عندي اب ما عندي ام ما عندي حد، انا متبريه منه ما بويتهمش، انا كنت اعتبر راسي حاليا بنت راسي وبنت بنتي وبنت ولدي. جات الوقت الولاده ديالي ولد، جات عندي السبيطار قالت لي واش كلمه جابت لي بنتي وتحي في السبيطار، انا يلا في قاع الولاده، قالت لها فرمني شنو، قالت لها بنت هادي تشدها مسكينه فرمي، خلاو لي بنتي في القسم الاستقبال تولد صغيرة، ولدت ولدي بغراس كرفص، جاب لي الطبيب ورقة بالشد، قلت لي ما عنديش، تعفنوا لي الغراس حيت ما شربتش الدواء طرطقو هذا في السبيطار حيت قعدت 3 أيام، عاودو خيطوا لي داني جابوا لي الدواء تاو ليا، قال لي عيطي شي واحد يجي يديك يخرجك حيت دايره الغراس ما نقدرش نتمشى، ما عندي حد وما عنديش وين نمشي. خرجت جيت للبلاصة فين ساكنة، هزا داك السويك اللي في حويجي، هزا التربية في يدي، هزا بنتي كتبان لي الدنيا كدور بيا، كدور كدور بيا الدنيا، مهما تلاقيت مع العم تاع الزوج ديالي كنت مزوجة بيه، قال لي اش هادشي شو خلي تقني نار ما عندي فين نمشي ما عندي فين ندير. ايه بقيت سنين هنا هاني شاي، شكرا لي واحد البيت فيه جاب لي فيه حصيرة ومخدة ومانطة ديك اللي كان يخطو بها البنان، هاديك جوج منهم فرشي وحدة وطيب وحدة وقدامي كان عنده فطار. قعدت اش غناكل في داك البيت شان ندير والو، وانا يلا والدة بقيت بنت قعدت كنشوف، قلت لي فيا الجوع، انا جاني انا براسي جاني الجوع، بترد هداك التربية ما فيهاش الحليب حيت ما واكلهاش،
الناس اللي كريت حداهم كيسمعوا بنتي كتقول لي فيا جوعه حيت كتكلم وسط العيالات، شي خارج الطريق، شي كتسمي الشيشه خر ما خر، شي تشميح الكاروش، جابوا لي مسكن، شي جابت لي مخده، شي جابت لي مانطا ونفرشوا لي داك البيت ولا مفرش، شي جابت لي هادي، شي جابت لي واحد البلاكار تاع الميكا فين ندير حوايجي، جابوا لي الحوايج وخا عاهرات وخا خارجة الطريق فيهم الخير، لقيت فيهم الخير. تخيل تقدموا لي، جابوا لي من ناكل، الدنيا عمرات بالخضرة بالتقدية، ما كان عرفت اسميتو شكون، شي شادة قارو في دا، شي خازة بريحة الشراب، شي كتهضر في التليفون كتهوى مع واحد التليفون، وما سولوك مالك ولا شنو، ما شغلهمش بيك، ما فيهمش داك التبرقين كاع، ما مسوقينش ليا هذا مسكين غادي يشوف يخصك اي حاجه مرحبا، اسوار تعبيتي خلي لك لتحت. كنت مكتش في البيت سيري، غيت وقفي لاجلي حنا نشوفو لك خدمه، دازت 20 يوم، حطيت الدراري على المربيه، عطاتني فلوس المربيه 400 درهم، قال لي هاكي، بقيت كندور ندور على خدمه، ماشي واحد ما بغى يخدم لي حيت مخسره فوش، عييت كرفست تعذبت، وليت قرطو ما كاينش لي حلك، بغيت نخدم ما كاينش، وما شحال قدو ميعطوني، هزوني 3 شهور وما كيعطوني، يقول لي وحده اختي هذا لا حنا رانا وليداتنا، وحده راه اختي على راسك ما عندنا ما نديرو لك اختي، الا في حاله ما بغينا نخرجوك وكذا خرجي معانا وقدي الغراض، انتي مخسره ما غادي تجيبيش الثمن، سمحوا لي راه المصطلحات تقدي باش ما كان، لا 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 سمحي لي نقول لك معمري هنفسد، معمري هنبيع لحمي، نهار صافي تكحل الدنيا في عينيا باش نشري باكية تاع الفانيد ديال الفار، غنخلطو نعطي لداك البنت، نعطي لهاد الود، نعطيها لراسي والله يرحم، هاد اللحم عدفت دير مولي عزة، أنا هاد لحمي أنا بغيت لمو قتلي على الموت، اللحم بغيتو يتشتت، أنا هاد اللحم هو اللي جيب لي الدل وعذبني في حياتي، حتى سمعتني كانت هضرة قالت لي راه بالله واش راه معاك بغيتي تنطحي ديري لي بيتي شغلك هاداك، علاش كان بعديتها الجاكيطة ديالي، كنت معروفة في واحد البلاصة بعيدة على هاديك البلاصة اللي ساكنة بواحد 20 كيلومتر، كلبس سروال الدراري قبية كاسكيطة سبرتينا ومبيتي طاي ونسيري الصبابات عادي، هاني شي بس ما كان انا من بان شي مكارة في وجهي عادي، شات كورونا تعذبت كان بيدي طاي وكل شي وخا تعذبت عادي شادي، وما دابا دابا كاريه مكرفصه ومرمده من بيش لحمي، اصلا ما كنعتبروش شي حاجه خاصها تبها شادي في لافي وما نبيعوش، انزولي داسي الحمد لله، ومفرش لي مشي عيشه كاريه غير بيت وسط الخنز وسط الشيشه وسط الكارو، ما نكميش انا كنبيع الكارو ما كنكميش، حاجة تعذبت هانية، تعذبت وكنت تعذب وكنت مرمد دابا هانية، ولكني صبري تقاضى، عييت عييت ما بقاش عندي فين نسيت، انا دابا شفت انا راسي في المرايا، انا عندي 21 عام، شوف راسي ما كنشوفش وجهي في المرايا، انا بين المرايا 6 شهور دابا ما كنقدرش نشوف وجهي، كيبقى فيا راسي بزاف، كتبقى فيا بنتي كتقول لي ماما
واش داكشي في وجهك؟ مادام كيحقرني الزنقة كنتحقر، الشارع كنتحقر، الفرماسية كنتحقر، كنمشي للطبيب كنبغي ندوز، كلشي كيشوف فيا، نركب في طاكسي كلشي كيغبي بزطام ويسحبني في الشفارة. تيت من الحقرة تاني من الحقرة تاع الشنكارة، شي كيدي عندك الكارو مكيخلصك، شي يقول لك تحنيك بخير، مزيتش بيع الكارو معروف، مزيتش بيع الكارو. شنو غندير؟ اسمح لي نقاطعك يا مريم، مئات الالاف ديال الناس لا في اليوتيوب، اغلبية في اليوتيوب لا في الفيسبوك، كل شي باغي النمرة ديالك يعاونوك، فإلا بغيتي تفرق معطي النمرة في الله يبرا، ما عنديش مشكلة مريم، كل شي في اليوتيوب، في القناة ديال اليوتيوب وفي الفيسبوك. ما بغاش يعني النمرة تعطى في الله يبرا، حقاش كي اللي غيعيط لك، كي اللي غيدوز الفيديو غيتسجل وغيسمع النمرة وغيعيط لك حتى قراها كي اللي لا. الحمد لله اللايف ديالنا فيه غير ولاد الناس والامهات واباء، الا قال شي واحد شي حاجه بلوك، عندك بلوك، ما تمرضيش راسك، فيما مشيتي كاين الصالح وكاين الطالح. ف نتمنى الناس اللي الا بغيتي، انا راه ما عنديش مشكل، نتمنى اللي لقيتي شي واحد يعاونك ويحيدك من هذه ديال الكارو وتعاوني راسك ما كراتش. شوف نقدروا نشوفوا شكون واحد في اللايف عبر القناة واليوتيوب ولا في الفيسبوك يفرح هاد الليلة ويتكلف بها، ما كراش حسن ما نفرقوا النمرة ديالها، شكون يتكلف بها ويوفر لها خدمة وسكنة. نتمنى الليلة نفرحها مريم، شكون يتكلف بالسكنة ديالها وخدمة يقول أنا، شكون يتكلف بالسكنة ديالها وتحيد من هذا الشيء ديال الكارو وتنقش تبيع وتخدم خدمه مستوره، شكون يتكلف بها؟ شكون يعاونها؟ نتمنى نشوف فيسبوك حط النمره، عطينا النمره عطينا النمره، ولكن شكون يتكلف؟ راه كلشي اش من مدينه عافاك مريم؟ انا نقول لك انا من يعني ما نقولش مدينه بالضبط، اللي قريبه ليا اكادير. الناس كلهم تيطلبون النوامر، كلشي باغي النوامر، ما كلشي يقول اللي قدر باش يعاونها. يعني تقدر تلعتي من المرأة في الخاصة؟ انا صعي، واخا نحاولوا نشوفوا بلاتي. اب انا غيتا، غيتا واش غيتا بغات تكلف؟ واخا من تقطعوا ليش اللايف بالله اختي، بغيت نعاونك ما لقيت لك جهد. اوكي اللي بغى الرقم ديال مريم يصيفط لها ميساج في لاباج ويعاونها، اللي بغى يعاونها يصيفط لها ميساج في لاباج ونعطي الرقم ديالها، ماشي مشكل نعطيهم اللي بغاو يعاونوا نعطي الرقم ديالهم ليك، نعطيهم الرقم ماشي مشكل. نتمنى نتمنى ان شي محسن هنا يفرحنا ماكرات، واللي بغى يعاونه يكتب لي ميساج دابا في واتساب، يكتب لي بدر انا نتكلف بها 0602 0602، وغنتصل به يقول لي انا غنتكلف ليها بالسكنه ديالها وبالخدمه ديالها نفرحوها. الناس اللي في اليوتيوب صيفطوا لي ميساج في لاباج ديال الفيسبوك، لاباج فيسبوك، اللي بغى يتكلف بها يصيفط لي ميساج في واتساب عفاك 0602 0780 20، دابا نعيط له يفرحنا، يفرحنا قدام هاد الناس كاملين. يلا 16000 كلشي بارطاجي، كلشي كلشي اللي دخل عفاكم، الناس ديال اليوتيوب كلشي بارطاجي كذلك، الناس ديال اليوتيوب كلشي بارطاجي في واتساب في فيسبوك 0602 0780 20، لينا نفرحوها ونخليو الناس يضحكوا. يلا 0602 0780 20، اكتب لي غير ميساج بدر انا نتكلف ليها بالسكنه ديالها، بالسكنة و والخدمة، سكنة وخدمة، أنا نتكلف ليها بالكرة، أنا نعاون ديك البنت. فوالا إيطاليا، واحد السيدة من إيطاليا
اوكي نشوفه. مساء الله. اوكي السيدة من ايطاليا، ماشي مشكل نتصل نتواصلوا معاها؟ مرحبا. واخ واحد دقيقة، حنا غادي نتواصلوا معاها كيما نفرحوا الناس كلشي برك على قليب وبارطاجي، قليب وبارطاجي. سمحوا لنا انا غادي نعيطوا لها. حنا لاش مسلمين؟ قولي. انا بغيت غير خوي قلبي ما كاينش ما توقعات، اذا ما حيديش دخل حق راه فهاد البلاصه اللي كاين فيها ان شاء الله نفرحوك. تشوفوني غير مضروبه في وجهك صافي ماشي كيشوفو. ماشي ماشي نشوفو. تسني الاخوان الاخرين عافاك غير اللي يعاونوا، عافاك غير اللي يعاونوا، اللي يصيفطوا لي في واتساب، الناس ديال اليوتيوب كلشي يدير بارطاجي، كلشي يدير.